لا وانت لسه شفت دلع ده كمان لما الدلع يبقى مزدوج من انا وماهر بيه. لا ما هو سعادتك كده ما بقاش دلع كده تبقى حفله. هو فيها باشا فيني زعلان منك يا سيكا؟ ليه عيون سيكا بقى يا جدع؟ يبقى عليك حكم وتهرب منه. حكم يا باشا؟ حكم نفقه ب 17000 جنيه بتاع طليقتك ابتسام محروس. يا بنت الجزمه يا ابتسام، عاوز تلعب ببنات الناس يا سيكا؟ تتجوز تكتب لهم مؤخر وما تدفعش وتخلع؟ ساعة شيطان يا باشا. تعرف اني ممكن احبسك دلوقتي يا سيد؟ عشان ابتسام؟ لا عشان القانون ما فيهوش خيار وفقوس يا سيكا. انما في ابتسام مش حقها برضه لازم تاخده ولا ايه؟ حقها يا باشا طبعا حقها. وناوي تعمل ايه يا سيكا؟ هتدفع ولا اللي سعادتك هتقول عليه؟ اللي هتقول عليه هنفذه دلوقتي. قلت لك يا ماهر بيه؟ واد سيكا ده واد جدع ويفهمها وهي طايره. يا بنت الجزمه ابتسام. امورنا يا باشا. الو انا مش سألك يا واطي يا ابن الجزم عليك احكام قلت لي لا؟ اه سالتني. ولما سالتك ما قلتليش ان في حكم نفقه ليا يا واطي؟ ما انا مش هدفع يا سيد. هو بمزاج امك هتدفع انا هتدفع. ورحمه امي وامك ما انا دافع ولا مليم. ابتسام كلمتك؟ بقول لك ايه يالا، بكره هبعت لك 17000 جنيه تروح تدفعهم في المحكمه، وعلى الله يا سيد اعرف انك ما دفعتهمش. بشوقك يا سيد، بقول لك ايه ما تقفلهم 20 احسن صاحبك بقى. اقفل يا واطي يا ابن الجزمه انت وابتسام. وبقاله قد ايه هناك؟ انا سبته هناك يا باشا وقلت اجي ابلغ سعادتك عشان تعمل ترتيبك. طيب بعد كده ما تجيش هنا بنفسك، ولو جه الاسم تاني بلغني بالتليفون فورا. امرك يا باشا. يعيش لنا كرم سعادتك يا سليمان بيه. بالاذن يا باشا. انت ليه مش عايز تصدق ان المصايب دي كلها هتفضل تحصل لك هي واللي شفته في الفنجان، وان خلاصك هيكون على ايديا انا، خلاصك من كل ده؟ بقول لك ايه يا ماما، ما تيجي نحلها حل انت بتحبيه ودايما بيكون من اولوياتك. شيك على بياض، شوفي انت عايزه تاخدي كام وحطيهم في الشيك وانا حمضي وراكي. ها تاخدي كام؟ اخدك انت. اوه يا مها، انت حكايتك بالظبط؟ اوعى تقول انك خايف من ريهام. لا حلوه دي، انا خايف من ريهام؟ ما انت يا اما خايف منها يا اما بتحبها. انا لا بحبها ولا خايف منها. امال في ايه؟ في سر محدش في الكون ده يعرفه كله غيري انا. سر؟ سر ايه ده؟ ما هو مش هيبقى سر لو انت عرفتيه. وايه علاقة السر ده بجوازنا؟ لا ما هو السر ده اصله مش يمنع جوازنا انا وانت بس. لا ده ما يخلينيش اتجوز اي ست تانية في العالم. الله الله الله، شوقتني جدا اني اعرف السر ده. سامحيني يا مها، السر ده انا مش هقدر اقوله لك. ياه للدرجة دي؟ للدرجة دي مستعد تضحي بحياتك علشان تفضل محافظ على السر ده؟ أقول لك بس تحلفي لي إن مفيش مخلوق تاني يعرف السر ده غيرك. وحياتك، وحياتك عندي ما حد هيعرف غيري وغيرك. أنا اليوم اتجوزت فيه ريهام كتبت كل ثروتي باسم بسنت. بتدور عليا يا باشا بس عشان اوفر المجهود. بدور عليك في الدرج. سالم بيه عايزك دلوقتي حالا. اوامر. سيد يا باشا زي ما امر سعادتك. مساء الخير يا باشا. هلا يا سيد، انت فين يا اخي؟ بقالنا ساعتين بندور عليك وانت مش باين. هكون فين يا باشا؟ انا تحت الامر. الظاهر انه مكسوف يقول لسعادتك انه كان في القسم من ساعتين مع الضابط اشرف. وعلى فكره يا باشا دي مش اول مره. وفيها يا اخي؟ جايز قرايب مثلا؟ حسب معلوماتي مفيش اي صله قرابه. يمكن في حاجه اتسرقت منه وراح يبلغ عنها مثلا، بس سليمان بيقول انها مش اول مره. لا يا باشا اتسرق ازاي يعني؟ دي حتى تبقى وحشه في حقي. معقوله يا باشا باب النجار يبقى مخلع؟ طب وبعدين هتسيبنا حيرانين كده؟ شوقتني يا اخي صراحة يا باشا. أنا رحت القسم عشان ألعب. إيه؟
بتلعب؟ بتلعب ايه بقى؟ هكون العب ايه يا باشا؟ عسكر وحرامية طبعا. ايه يا سيد؟ ما ترد على الباشا عدل. طب والله العظيم برد عدل. أشرف بيه بيحاول يجندني وأنا بحاول أفلت منه من غير ما يمسك عليا حاجة. وفلت يا سيد؟ باشا أنا أساساً ما ينفعش ألعب مع الحكومة لأن أنا بإيديا دول مسلم باسم بيه جواز السفر للمزيف اللي مسكوه بيه في المطار. وبعدين يا باشا أنا لا غشيم ولا تلميذ عشان ألعب مع الحكومة، ما أنا عارف إن ملهاش عزيز. ده أول هام. وتاني هام حق العيش والملح عند ولاد البلد اللي زيي بيبقى على رقبتهم. وأنا عمري ما خنت عيش وملح كلته مع حد. أنا عارف طبعاً إن كلامي مش هيبقى على هوا سليمان بيه. اللي بيشك فيا من أول يوم رجليا دبت فيه في المكان. بس أعمل إيه يا باشا؟ لازم أستحمل. أكل عيشي بقى. وهو برضو أكل عيشه إنه يشك في كل اللي حواليك. تقبلني بحاجة تانية يا باشا ولا أروح أكمل لعب؟ لا روح ألعب يا سيد. على إذنك يا باشا. جاي معايا تلعب ولا قاعد؟ جاي. الضابط برضو. أنا جمعتكم النهاردة بعد ما استخلت ربنا وسألت قلبي كتير وشاورته. إيه رأيك في الست زبيدة؟ قال لي ست زي الفل. قلت له يعني أتوكل على الله؟ قال لي أعتمد، بس يا ريت تعتمد النهاردة قبل بكرة. عشان كده أنا جاي النهاردة أطلبها منك يا عم أسامة. ها قلت إيه؟ مالكم مكتومين ليه كده؟ على فكرة المحامي كسب قضية الخلع، يعني الست زبيدة حرة دلوقتي، عشان كده أنا بطلبها للجواز. قلت إيه؟ طب إزاي؟ إيه إلا إزاي؟ هتجوزها على سنة الله ورسوله. تعرف أنا قلت أول ما هتشوف الفاكهة والبطيخ اللي في غير أوانه والطقم اللي أنا لابسه هتفهمها وهي طايرة. هو الطقم وحش؟ ده قمة الشياكة. حفظتي. إيه يا عم أسامة؟ ما سمعتنيش ردك يعني؟ أنت معانا في الملكوت هنا ولا أنت بتضرب ترامادول يا أسامة؟ لا أنا مش قادرة أصدق البجاحة، أنت خلعتيه فعلاً؟ أنت ليه عملتي كده؟ جراية يا أختي، جراية أوس أوس، بحافظ على ما تبقى من أنوثتي ولا أهدرها؟ ما تسمعينا زغروطة وردة. وانت يا عم هات ايدك يلا عشان نقرا الفاتحه يلا. ها عايز حته بطيخ. يلا يا واد. هو الراجل ده جاي يتجوز ماما ازاي وهي متجوزها بابا؟ ما تخافش يا كور، امك مش تتجوز حد. جرى ايه يا اسامه؟ داخل جري على اوضتك بدل ما تفتح الباب وتطرده وتقول لزبيده كلمتين ناشفين؟